الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورب بخير جميعا. الجانب الجاي في الوثيقة بتاعت مكتبات MDN بيقول ان انا عندي حاجة اسمها exponential assignment، لكن هو بيقول ان الكلام ده موجود في ECMAScript 7، والحقيقة ان ECMAScript 7 لسه يا جماعة مش ستاندرايز، يعني لسه فيها حاجات ما اتأصلتش، فعشان كده احنا مش راح نحكي فيها. طبعا بيقول لك الكلام ده مدي لك warning ومش warning، معنى دق ان هو بيقول لك under test، الكلام ده تحت الاختبار، فاحنا مش راح نحكي فيها. فراح ننزل على ايه، هنكمل بقى على left shift assignment و right shift assignment. في الاول كده يعني انت عارف ان انت دخلت في left shift assignment، يعني هو بيعمل حاجتين، بيعمل left shift وبيعمل assignment. طب مش نفهم الاول يعني ايه left shift علشان نفهم الassignment. left shift طيب هو ده في الاول هو حطه علشان بيعمل assignment، يعني ايه، بس هو مش تبع المجموعة دي، هو تبع البيتوايز، تمام كده. فنيجي بقى لمين، للمجموعه تبع البيت وايز، ونتكلم بقى عن الشيفت اوبريتورز. اولا بيكون الليفت شيفت اوبريتور، ومش مشكله الكلام برضو لو اصلناه مش هنحكي عنه مره تاني في البيت وايز، يعني خلاص احنا كده اتكلمنا عن ليفت شيفت، لما نحكي في البيت وايز اوبريتورز هنتكلم عن مثلا اكس اور وغيرها من الحاجات، بس الليفت شيفت مش راح نحكي فيه لان احنا حكينا في الليفت شيفت يساوي كمان، يعني تمام اللي هو بتاع الاساينمنتات. الليفت شيفت ده قيمته بيعمل ايه، بسيطه كده، انت لو حاولت تفهمني هنحاول يعني ايه نمثلها مع بعض. عندك حاجه زي 9 ليفت شيفت 2، هي في الاول اسمها ليفت شيفت لانك لو بص كده حاول تطلع الكيبورد وهتلاقي ان العلامه بتاعتها سهمين رايح، يعني تمام اللي هي الاتجاهات المفتوحه دي. هي ليه ليفت؟ لانها بتشتغل شيفت مع السهم اللي على الشمال، يعني تمام، في حين ان قفله التاج بيبقى السهم اللي على اليمين، عشان كده سموها ليفت شيفت، عشان اللي بعد منها بيكون عباره عن رايت شيفت، تمام كده. طيب الليفت شيفت ناخد رقم زي 9 ليفت شيفت 2، تمام، ونفتح برنامج البيت ونشوف ايه بتشتغل ازاي. بص يا سيدي، عندك في القصه بتاعت 9 ليفت شيفت مع الاثنين، لو قلت مثلا اهو 9 ليفت شيفت مع الاثنين، فالكلام ده معناه ايه، انت بتحاول تسحب 2 بت من الريبريزنتيشن بتاع 9 مثلا على الباينري، انت اخترت طريقه براحتك، خلي لو انت مثلا على بيز على اساس 2 على النظام الباينري، فماشي ابدا كده معايا بالستيش الاولانيه، خد لي 9 على 4 بت باينري، تمثيل ال 9 على 4 بتات باينري بتكون عباره عن كام؟ نقول مثلا 9 1 8 0 0 1، تمام، ده تمثيلي للتسعة. حلو، قسمها لي التبعات كده، ادي واحد وده الديجيت الثاني وده الديجيت الثالث وده الديجيت الرابع، حلو كده جميل. انت بقى عايز تعمل لها ايه، عايز تسحبها ليفت شيفت خانتين مش خانه واحده، ها يعني احنا ابتدينا بالاثنين، تمام، ده معناها ان انت عايز تشدها خانه واحده، اسف يا ربي كده خانتين. طب نغير اللون كده وهتروح تعمل ايه، هتروح تعمل خانه ثاني كده، بيجوا معاك خانتين صح، لو عملت كده العلامة كده بيجي معاك خانتين، ادي الواحد هتروح تشده كده ايه خانة واحدة، لا انت عايزه كام، خانتين، فهتروح تشد الواحد كمان خانة، فتجيب الواحد في الخانة دي كده بيجي الواحد هنا، وتجيب الصفر في الخانة دي كده بيجي الصفر هنا، وتجيب الصفر في الخانة دي كده الصفر هنا، وتجيب الواحد في الخانة دي كده بيجي الواحد هنا، اتبقى معاك كام، اتبقى معاك الخانة دي والخانة دي، الخانتين دول هتسكن فيهم القيم يا جماعة بصفار، حلو كده، وطلع لي نتيجه بقى، ها حاول تطلع النتيجه زي ما انت متعود، ها اوكي. ديت بيكون ايه، 0 في 2 اس 0، 0 في 2 اس 0 بكام، 2 اس 0 ب 1، تمام، ف 0 في 2 اس بتديك 0 يعني، تمام، القصد ان ديت تمام، وده عباره عن 0 في 2 اس 1 ده برضه ب 0، وده عباره عن 0 في 2 اس 2 ده تديك القيمه 4، 0 في 2 اس 3، 0 في 2 اس 4، و 0 في 2 اس 5، 2 اس 5 بكام؟ ب 32، او اسف 1 في 2 اس 5 يديك كام؟ 32، 32 تجمعها مع قيمه ال 4 يدي لك كام؟ 32 مع 4، 2 و 4 يديك 36. فانا لو عملت مثلا دلوقتي كنترول اس وحاولت انفذ الطريقه ديت، كنترول اس ايه بس، انا اتكلمت عن 9 ليفت شيفت مع رقم 2، فلو فتحنا كده البراوزر تبعنا وهنحط قيم بقى، تمام، احنا مالناش دخل بالكلام ده، هنقول 9 ونشيل الاوبريتور ده ونقول ليفت شيفت مع 2، اوكي، ونروح نعمل ايه كنترول اس كده ونلاقي الناتج يطلع لنا ايه 36. هل يا ترى نفس، هو تقريبا نفس الناتج اللي احنا ايه اللي احنا كنا مطلعينه، فده اللي بيعمله الطريقه ليفت شيفت،
تمام كده. هو انك انت كده كده شغال اساسا على البيز 10، فهو عملها لك على البيز 10، بس انا فهمتها لك هي بتتم ازاي على الباينري، لان الباينري هو اللي فيه موضوع الديجيتس والخانات وكده. تمام اوكي. الطريقه لما نيجي بقى في الموضوع بتاع البيت وايز اللي هو احنا بنشرحه، فانت مثلا لو انت عندك اكس بتساوي 8 اوكي وواي بتساوي 3 تمام، فمعنى الموضوع اكس ليفت شيفت يساوي واي تمام كده. ده معنى انك بص يا سيدي ان الاكس بتساوي الاكس ليفت شيفت مع الواي تمام كده. خلينا نجيب اكس، انا اسف يا رب. فانت هتعمل نفس الكلام اللي احنا كنا بنعمله، هتحاول تسند ليفت شيفت للمتغير ايه، يعني هتشوف القيمه اللي على اليمين اللي هو قيمه المتغير واي، وهتديها ديت عدد الديجيتس ها، وتسندها للمتغير اكس، وبعدين تروح عامل ايه مساوي القيمه الناتج بتاع ليفت شيفت للمتغير اكس. حلو كده جميل. فانت لو قلت 8 ليفت شيفت مع 3 بتطلعك كام؟ خلينا نفضي كده ونشوف 8 ليفت شيفت مع رقم 3 يا ترى هتطلع لك كام؟ نقول 8 ليفت شيفت مع 3، ناخد ال 8 البرزنتيشن على 4 بتات 1 0 0 1، ادي اول خانه، ثاني خانه، ثالث خانه، هناخد خانه، ادي كده خانه 2 3 كده. انا ايه حججت الثلاث، انا هسحبها ثلاث خانات صح يا جماعه؟ فنروح ماسكين ديت الخانه رقم 1 وديت الخانه رقم 2 وديت الخانه رقم 3، هسحب الواحد اشده على مين؟ على الخانه الثالثه، يبقى واحد هنا ها جميل، واسحب الصفر اشده على الخانه الثانيه صفر، واسحب الصفر اشده على الخانه دي صفر، الواحد اللي باقي اشده على الخانه دي واحد، والخانات الباقيه اسكنها بصفار. حلو كده؟ وبعدين اطلع ايه؟ اجرى الناتج ها؟ صفر في 2 اس صفر بكام؟ بصفر، صفر في 2 اس 1 بصفر، 1 في 2 اس 2 ب4. انا نسيت حاجه ولا ايه؟ تقريبا يا جماعه انا في مشكله ان انا سكنت الواحد في حاجه مش مكانها، انا اسف. يعني نرجع كمان مره، كمان مره، الواحد الجميل ده المفروض يسكن يا جماعه في الخانه دي. فهنا ده مكان الواحد، وده صفر، وده صفر، وده صفر. اوكي، يبقى 0 في 2 اس 0 بصفر، 0 في 2 اس 1 بصفر، 0 في 2 اس 2 بصفر، 0 في 2 اس 3، 2 اس 3 1 في 2 اس 3 ب 8، 1 في 2 اس 3 ب 8. بعدين 1 في 2 اس 0 في 2 اس 4، 0 في 2 اس 5، و0 في 2 اس 6 اللي هي ايه؟ 64 تقريبا. 2 اس 6 ب 64 على ما اذكر يعني. ف 64 و 8 تديك كام؟ 72 باين؟ ولا احنا في مشكله عندنا؟ الواحد خانه 2 3 64 و 8 تديك 72 تقريبا، 72. فنشوف كده، لو انت عوضت عن اكس وقيمه واي ورحت عامل كنترول اس وتحاول تراجع الكود، عملت ريلود، انا هي 64. طالما 64 يبقى انا عندي مشكله في التعويض. نرجع للقصه، نرجع للقصه. انا اصلا مسرع على الرقم 8 يا جماعه، احنا مسرعين رقم 9. انا اسف والله، احنا تمثيلنا اساسا للبت مش 8، تمثيلنا للبت رقم 9. فماشي معلش، انا اسف، انا هخلي قيمه الاكس عباره عن قيمه 9. مستغرب من المساله من الاول، فانا لو عملتها كده كنترول اكس المفروض يطلع لنا الناتج ب 72، لان احنا ممثلين اساسا الرقم 9، والبرزنتيشن بتاع 1 0 0 1 ده مش تمثيل الرقم 8، ده تمثيل الرقم 9. فعادي يعني، حصل خير. الناس قالوا واحد، انت لو هتحب تمثل ال 8 فهتلاقي ان الصفر ايه؟ هتلاقي ان ده اساسا عباره عن صفر، فايه مش هتصفر القيمه بتاعت ال 8 فيطلع معاك ال 64 بس، يعني ان هي قيمه منوره لوحدها. ده بس اللي احنا كنا نقصده بموضوع الليفت شيفت والليفت شيفت بيت وايز، كبيت وايز يعني ليفت شيفت اساينمنت الاثنين مع بعض. يا رب اكون يعني ما بوظتش الامور والامور تكون اوضح يعني. اللهم خير، انا اسف تاني على الخطا ده قبل تركيزك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.